مشاهدة أرض زراعية في قلب مدينة بيروت هو مشهد نادر، وربما ما كان ليحصل لولا جائحة كورونا. منذ آذار عام 2020، أي بعد نحو شهر من تسجيل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا، وتزامناً مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد، بدأ العمل لإنشاء مشروع زراعي في قلب العاصمة بيروت، سمي بستان دفا. المشروع انطلق بمشاركة بعض المتطوعين حتى أصبح ينتج الخضروات يومياً، وهو يؤسس لجعل المدينة منتجة للمزروعات. بستان دفا بلش من وقت أزمة الكورونا. نحن قررنا أنه نزرع مثلنا مثل كل هالناس اللي ببيروت، لنرجع للأرض وللزراعة. بنص بيروت وبالأشرفية بنقدر نزرع ونحصد ونعطي للناس، لأن نحن مش عارفين لوين واصلين. يعني فينا نوصل لمرحلة أنه مش حتى خضرة مش قادرين نوزع، واللي بيشتغلوا بالأرض هن بس متطوعين مش شغلتهم بس زراعة، شغلتهم غير الزراعة، يعني بس انه هن محبة للأرض. مبادرات عديدة برزت منذ تلك الفترة في مناطق لبنانية عدة، من بينها حملة ازرع التي أسستها مجموعة من المهندسين والمهندسات الزراعيين، وهدفهم تقديم النصائح وتعليم الناس الزراعة، سواء على شروفات المنزل أو في الحدائق المنزلية والبساتين. أول ما بلشنا المجموعة كنا عم نقول إن شاء الله نوصل لآخر السنة عنا 10,000 ممبر. اليوم نحن قبل ما تخلص السنة صرنا بـ 78,000. مبادرة إزرع كمان نشطت كتير بفترة الكورونا والحجر الصحي بالبيت، وذلك لأنه هيدي المبادرة كانت عم بتحمس الناس على الزرع، وكنا دايماً جاهزين نجاوب الناس على كل أسئلتهم اللي بتتعلق بموضوع الزراعة والزراعات على الأسطح والبلاكين والبيوت، وهذا الشيء حمس الناس. لما خلصت الصيفية وخلص الموسم الصيفي طرحنا سؤال، أنتوا رح ترجعوا تزرعوا السنة اللي جاية؟ فكان الجواب أكيد إيه بنسبة كتير عالية. على الرغم من تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد والمجتمع، هناك وجه آخر لها، وهو تذكير الناس بضرورة العودة إلى الزراعة من أجل توفير الغذاء والاستمتاع بخيرات الأرض.